يقول راجي رحمة الغفوري دوما سليمان هو الجمزوري الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخنا المهني ذي الكمال أرجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب للنون إن تسكن وللتنوين أرباع أحكام فخذ تبييني فالأول الإظهار قبل أحروفي للحلق ست رتبت فلتعرفي همز فهاء ثم عين حاء مهملتان ثم غين خاء والثاني إدغام بستات آتت في يرملون عندهم قد ثبتت لكنها قسمان قسم يدغما فيه بغنات بينم علما إلا إذا كان بكلمات فلا تدغم كدنيا ثم صنوان تلا والثاني إدغام بغير غنة في اللام والراء ثم كررن والثالث الإقلاب عند الباء ميما بغنة مع الإخفاء والرابع الإخفاء عند الفاضل من الحروف واجب للفاضل في خمسة من بعد عشر رمزها في كلم هذا البيت قد ضمنتها صف ذاتنا كم جاد شخص قد سما دم طيبا زد في توقا ضعف